بنقول له مساء الخير لعابد. مساء الخير. مرحبا. يسعد مساكم يارا وآسيا، ويسعد مساء جميع مشاهدينا في كل مكان. إلى قصصنا الجديدة في حكي ميديا لليوم وأبرز ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. منذ أن تدخلت تركيا في إدلب وأطلقت عملية درع الربيع العسكرية ضد النظام بعد مقتل عدد من جنودها، تسود الأوساط التركية اضطرابات بين أحزابها السياسية، وتخطى الأمر ذلك ليصل إلى المستوى الشعبي بين مؤيد ومعارض للتدخل في سوريا. الجدل بين المكونات التركية حول التدخل تراوح بين من يرى أن لا مصلحة لتركيا بالتدخل ودفع دماء من أجل ذلك، وآخر يرى أنه من واجبها فعل ذلك لحماية حدودها ودرء الخطر عن نفسها. في مواقع التواصل الاجتماعي ينتشر هذا الهاشتاج ومعناه باللغة العربية: ماذا نفعل في سوريا؟ سوريا دينيش من هزفار. هذا الهاشتاج هو من أكثر الهاشتاجات تصدرا في قوائم الوسوم المتصدرة على موقع تويتر في تركيا. الانقسام تجاوز الآراء الشخصية والتغريدات على السوشيال ميديا ووصل إلى البرلمان التركي الذي شهد عراكا بالأيدي بين نواب من حزب العدالة الحاكم ونواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض والمعروف، والخلاف طبعا كان على مسألة إدلب. نتابع جزءا من هذا الفيديو المتداول. يعني كان في بعض الأصوات يعني اللي عم تقول إنه ربما يكون مظهر غير حضاري. لا، هو بالعكس، هو مظهر كتير حضاري. يا ريت عنا هيك، نحن كله موافق بالإجماع. هو مظهر حضاري، هو مظهر طبيعي يعني. طبيعي بالضبط. بس يوصل لمرحلة الضرب؟ يعني هو أوكي وصل للضرب، هو ما لازم يوصل للضرب أكيد ما لازم يوصل، بس يعني بالأساس أنه في عندك كتل مختلفة مع بعض البعض، مو كله لون طبعاً واحد. طبعاً التعددية والأكيد مو كله نفس الرأي، نفس الموافق بالإجماع، يعني مثل ما كلياتنا بنعرف يعني تصير الأمور عنا. طبعاً على خلفية هذا الجدل المستمر تداولت مواقع التواصل التركية العديد من الأنباء حول هذا الموضوع. من تلك الأنباء مقطع فيديو لهذه السيدة تدعى فاطمة، كان لها رأي في هذا الموضوع ولماذا تتدخل تركيا في سوريا، والفيديو حقق مشاهدات عالية جدا جدا وانتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي التركية. نشاهد جزءا من فيديو السيدة فاطمة. فاطمة، bizim Suriye'de ne işimiz var, bunu bir cevaplar mısın? Nasıl ne işimiz var? Yılan gelmiş, düşman gelmiş, barımıza girmiş evimizin içerisine. Biz Suriye'ye gitmezsek Türkiye'yi taksim ettiler, paylaştılar. Güneydoğu o tarafa, Mersin ona buna. Malatya'da başkent yapacaklardı, kanı bozuklar. Onlar bizim içimize girecekti. Ne demek? Benim iki dedem vallahi lazım. Biri Çanakkale'de 23 yaşında, biri Sakarya'da 38. Babamın dedemle beraber 7 tane erkekten bir tanesi gelmedi. Bu vatan kanlarımızla, canlarımızla bu vatanı kurtardık. Helviye değil ama içimizde bu mikrop haşereler var ya, o saklanan kanı bozuklar, HDP'si, CHP, bu kanı bozuklar zannediyorlar ki onlar kurtulacağız diye. Ulan namussuz, vatanın gittikten sonra, namussuz gittikten sonra bir sek canına sen ya, senin için köpeği. طبعا هذا كان الفيديو لهذه السيدة تدعى فاطمة كما شاهدنا. فيديو منتشر جدا في مواقع التواصل الاجتماعي التركية، ويعني حظي بكم عالي من المشاهدات في اللغة العربية. طبعا بعد ترجمة الفيديو وانتشاره على الصفحات العربية، يعني كان هناك العديد من التعليقات، سنتناول بعضها وهي من صفحة جوزال السورية التي تتناول الأخبار التركية. أحمد يقول: بكل مكان يوجد السيء ويوجد الجيد، وأنا برأيي الطيور على أشكالها تقع. يعني إنسان كويس الله يبعث له ناس، بيبعث له الناس كويسين وهكذا. أيضا من التعليقات تعليق لنفح الخزامة يقول أو تقول: تسكت بفصاحتها العقلاء وبتوع المدارس التي إلى اليوم نشرح لهم حالنا ولا يفهمونا، حفظها الله وأطال عمرها، حبذا لو قابلتها. أيضا تعليق أخير على الموضوع لعلي يقول: ما أجمل الرحمة عندما توجد في قلوب الناس.
هذا الموضوع. طبعا الموضوع ما يزال الان مستمر، الجدل مستمر في تركيا، ويعني الان هناك اجتماع في سوتشي بين الرئيسين اردوغان، رجب طيب اردوغان وبوتين، وربما يتمخض هذا الاجتماع عن بعض القرارات التي تخص ادلب، ربما يتم ايقاف اطلاق النار، ربما تكون هناك اتفاقات معينه، لا ندري يعني بالتاكيد عبد. مع الزملاء بالاخبار في نشرات الاخبار كل هذه الانباء سيتم تناولها.